بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. لما خرج سيدنا موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب بعد حادثة مقتل القبطي خطأ التي وقع فيها موسى خطأ عليه السلام، وذهب بعد كده سيدنا موسى إلى مدين، وجد هناك جماعة من الناس يسقون أغنامهم، ووجد امرأتين بعيدتين عن الناس يحاولان أن يبعد أغنامهما عن مزاحمة هؤلاء الرجال، لا يسقيان حتى ينتهي الناس من سقي أغنامهم لأنهما لا يريدان مزاحمة الناس في سقيا مواشيهم. وأباهما شيخ كبير لا يستطيع سقي الغنم، فسقى لهما سيدنا موسى لما لقى الموقف كده. فبشجاعة الرجل المؤمن والمروءة التي تكون فيه، يعني انطلق سيدنا موسى عليه السلام فسقى لهما عليه السلام، ولم ينتظر منهما أجرا، إنما أراد بفعلته ذلك أو فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. ثم بعد ذلك، بعد أن سقى لهما، انصرف سيدنا موسى عليه السلام إلى ظل شجرة عظيمة وارفة ليستظل بها من حر الظهيرة، وكان قد أدركه عليه السلام الجوع والتعب الشديدان، فناجى ربه سبحانه وتعالى متضرعا إليه داعيا، وقال في جملة جامعة للشكر والثناء والطلب، لكن كان بيطلب بلسان حاله عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والمعنى إنه عليه السلام رجع إلى المولى سبحانه وتعالى ودعا ربه سبحانه وتعالى مفتقرا متضرعا إليه، ويقول لمولاه بما معنى كلام سيدنا موسى: إني لما عودتني يا مولاي من جميل إحسانك على الدوام فقير إلى شفقتك ونظرك إلي بعين الرعاية والعناية، فردني إليك وحقق لي الآمال، فإنك أنت الله الغني وأنا عبدك الفقير إليك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من جواهر معاني هذا الدعاء إنه بيثني على الله تعالى ويسأله سبحانه وتعالى من الخير. الخير كلمة جامعة لكل ما يلائم الإنسان وينتفع به الإنسان، سواء كان شيء مادي أو كان شيء معنوي. فسأل سيدنا موسى ربه سبحانه وتعالى أن يطعمه في ذلك الوقت، وإنه يمن عليه من فضله، وإنه يعطيه من واسع فضله ورحمته، وذلك لأنه سيدنا موسى عليه السلام كان في ذلك الوقت بعد الرحلة الطويلة اللي مشي فيها سيدنا موسى من مصر إلى مدين بلا طعام وبلا زاد وبلا أي شيء، إلى أن وصل إلى مدين كان عليه كان جائعا متعبا، وكان لم يذق الطعام منذ أيام لأنه خرج فجأة من مصر. فسأل الله تعالى أن يفيض عليه من الخير: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن لطائف جواهر معاني دعاء نبي الله موسى عليه السلام إنه ناجى مولاه واستعمل كلمة ربي، فاختار سيدنا موسى عليه السلام صفة الربوبية في دعائه، لأن الرب هو المتولي شؤون عباده بالتربية والرعاية والحماية والرزق والعطايا، لأنه الرب. وأورد بعض أهل التفسير عند تفسير هذه الآية الكريمة قول ابن عطاء في بيان حال سيدنا موسى عليه السلام وهو في حال المناجاة: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فابن عطاء بيقول: نظر من العبودية إلى الربوبية وتكلم بلسان الافتقار، يعني فناجى ربه: يا رب أنا عبد ضعيف فقير،
وأنت رب قوي غني، وأنا يا مولاي مفتقر بحالي. فهو بيسأل ربنا بالحال، وسؤاله الحالي أبلغ من السؤال بلسان المقال، لأن ربما لو طلبت وعينت أشياء معينة في الدعاء في بعض المواقف وليس في كل المواقف ربما لا تصيب كل ما تحتاج إليه. فسألت الله بلسان حالك، إني لما أنزلت إليه من خير فقير، فشكى إلى ربه حاله في هذا الدعاء، وترك كده الأمر للمولى سبحانه وتعالى. والشكوى إليه جل جلاله لا تنافي الصبر الجميل، لأنك مش بتشكي العبد زيه زيك ومخلوق زيه زيك، بل أنت في الحالة دي تم إنه إعراضك أو إعراض العبد عن الشكوى إلى الغير جملة يعني، وجعل الشكوى إليه سبحانه وتعالى وحده، ده من الصبر، هو ده الصبر. والله تعالى بيمتحن ويبتلي عباده ليسمع شكوى العباد وتضرع العباد ومناجاة العباد ودعاء العباد للمولى سبحانه وتعالى. وقد قيل ليس في الشكوى إلى المحبوب نقص. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من جواهر معاني هذا الدعاء المبارك أن الله تعالى كما يحب من الداعي اللي بيدعو المولى، كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونعمه العامة والخاصة، فإنه سبحانه وتعالى يحب منا أن نتوسل إليه بضعفنا وعجزنا وفقرنا وعدم قدرتنا على تحصيل أي مصالح ولا دفع أي نوع من الأضرار عن أنفسنا إلا بالله تعالى. يبقى أنا تحققت في هذا الحال في مقام العبودية، عشان كده هو نظر من العبودية إلى أو من الألوهية إلى الربوبية، تحقق في مقام العبودية وسأل المولى سبحانه وتعالى، ولسان حاله بيقول يا الله أنا متجرد حتى من كل ما يمكن أن يكون مظهر من مظاهر القوة أنا أستأسد به، لا ده أنا مفتقر دائم الافتقار إلى عطائك. وهذا الحال من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله عز وجل، وقلب العبد يعلم أنه عبد فقير إلى الله، مهما كان عنده مهما كان لديه من قوة ومن سلطان ومن عطاء ومن فتوح، هو عبد وهذا عطاء الله له، ولكنه دائما مفتقر إلى عطاء مولاه، مفتقر إلى رحمته، وكلنا كذلك. الحالة دي بتجعل الدعاء مجاب، ولذلك سأل سيدنا موسى عليه السلام بلسان حاله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن محاسن دعاء سيدنا موسى عليه السلام كما قال بعض الصالحين والعارفين إنه من علامة المعرفة، معرفة الله تعالى لما بتوصل لحال عالي بقى من المعرفة الحقيقية، بتسعى وبتاخد بالأسباب لكن تعلم أن الأسباب ليس لها قوة بذاتها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأوجدها وجعلها تعمل بمشيئته وقدرته. أما بتوصل في حال المعرفة العالية هذه لا تسأل حوائجك، قلت هذه الحوائج أو كثرت، صغرت أم عظمت، لا تسألها إلا من الله تعالى، مثل ما فعل سيدنا موسى عليه السلام، فإنه لما اشتاق إلى رؤية مولاه قال ربي أرني أنظر إليك، ولما احتاج إلى الخير والفضل العميم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وعشان كده لم يكد سيدنا موسى عليه السلام ينتهي من مناجاته لربه حتى جاء الفرج، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما، قال تعالى عقب هذا الدعاء المبارك
قال الله تعالى عقبها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هو يدوبك خلص الدعاء من هنا، فكانت الإجابة على طول، فكانت استجابة الله له بأن ألهم سيدنا شعيب، ألهم المولى سبحانه وتعالى سيدنا شعيب عليه السلام أن يرسل وراءه، يعني يبعت واحدة من البنتين عشان تدعوه إلى بيته فينزله عنده ضيفا كريما ويكرمه، ومش كمان كده ويزوجه بنته. فكان الفرج وسرعة الإجابة لهذا الدعاء كما أفاد ذلك فاء التعقيب في قوله فجاءت إحداهما. هو دعا الله سبحانه وتعالى، وبعد كده ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته. الفاء هنا تشير إلى السرعة وسرعة الإجابة. وسيدنا موسى عليه السلام كان دائم الذكر والدعاء في وقت رخاءه، في وقت الشدائد اللي مر بيها. فلما جت وقت الشدائد هو ملازم لباب الدعاء في حال الرخاء وفي حال الشدة، وده من دواعي إجابة الدعاء. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا الدعاء المبارك يقال من أجل طلب الخير. وإحنا قلنا أن الكلمة الخير كلمة جامعة لكل أنواع الخير المادي والمعنوي، كلام قليل بمعان عظيمة، يقال من أجل طلب الخير واستنزال النعم، سواء في ذلك طلب الرزق أو زيادة الرزق أو الزواج أو الخير عموما ماديا أو معنويا. ونختم بأنه قد كان من هدي النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمته سؤال الله من فضله الواسع طلبا للحلال، وبيروي لنا هذه الرواية سيدنا علي رضي الله عنه. فعن علي أن مكاتبا جاءه، المكاتب يعني واحد عبد اتفق مع سيده على إنه هيسدد له مبلغ معين، فهو بعد كده إيه يطلق سراحه ويحرره. فهذا المكاتب راح كتب ولم يستطع السداد هذا المبلغ حتى يعتقه سيده، فراح لسيدنا علي فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني، يعني أنا ما قدرتش أسدد هذا المبلغ فأعتق، أعني بقى بالمال أو أعني بدعوة أو أعني بشفاعة. فسيدنا علي رضي الله عنه قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. هعلمك كلمات أنت تقولها اتعلمتها من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان معك أو عليك دين قد الجبل ده يعينك الله على قضاء دينك وييسر لك ويفتح لك الأبواب. فقال الإمام علي رضي الله عنه: قل، أي قل أيها الرجل السائل هذا الدعاء الكريم الذي علمني إياه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم آمين. أهلاً ومرحباً بكل السادة المشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحباً بالجميع. ناخد أسئلة حضرتكم سريعاً. أستاذة سلمى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضرتك، عاملة إيه؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. حضرتك كان عليا صاحبة باباها عنده زهايمر، فبيصوموا اليوم كله ويجي وسط النهار وبيفطر بيبقى مش واعي، فالصيام ده يتحسب له ولا ما يتحسبلوش؟ تمام،
وبرضو نفس صاحبتي دي بتأم باباها اللي عنده زهايمر، فالصلاة محسوبة ولا مش محسوبة إن شاء الله؟ في الفرائض يعني؟ على الفرائض. السؤال الأخير، أنا بصلي أول ما المؤذن يقول الله أكبر، فهل ده تنفع صلاتي ولا ما تنفعش صلاتي؟ حاضر، شكرا جزيلا. عفوا يا فندم. يا أستاذة ريحاب. أستاذة ريحاب، وحضرتك طيبة يا أستاذة ريحاب. أنا ليا سؤالين معلش. اتفضلي عليلي صوتك بس يا أستاذة ريحاب. العائد من فلوس الشهادات هل ده حرام ولا لا؟ العائد من فلوس الشهادات، تمام، اللي هي السنوية. تمام، سنوية أو شهرية. تمام. فإحنا بنطلع الزكاة عليها. خلاص، العائد من فلوس الشهادات. السؤال الثاني. السؤال الثاني إن أنا بصلي مع كل فرد 6 فوايد، لأن أنا حسبت المدة لقيتها 6 سنوات. بتصلي مع كل فرد إيه يا فندم؟ 6 فوايد. 6 فوائد من الصلاة. فهل ده حرام ولا تحريف ولا يعني أنت بتصلي الحاضرة وبعدين تقضي من اللي عليكي. أيوه. تمام، حاضر. شكرا. معانا؟ طيب، هنطلع الكتاب وبعد الكتاب إن شاء الله نبدأ في رد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. بنذكر حضراتكم بالرواية اللي بنقرأ بيها، رواية حفص عن عاصب قصر المنفصل، وما زلنا في تصحيح سورة المرسلات. هنبتدي النهاردة نصحح الآيات الجديدة اللي عليها الدور. هنبتدي من الآية 16 على بركة الله تعالى. يلا يا حلوين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين. ألم نهلك الأولين. ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا صرصور، عشان انتي اخر مرة ما قريتيش. يلا حبيبتي. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. نتبعهم ازاي؟ نتبعهم. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. أنا مش عايزاك يا صرصورة وانت بتنطقي الفاء تقلقيليها، دي من حروف الإيه؟ الهمس.
اللي بيجري زي ما قلنا النفس معاه، مش هي من ضمن كلمة حثه شخص فسكت أو فحثه شخص سكت. تمام. الفاء من حروف الإيه؟ الهمس. يبقى أنا بعمل إيه؟ ما بقلقلهاش، صفتها همس مش قلقلة. بالظبط. فإحنا هنقول هنا إيه؟ كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. أنا بحييك يا سارة، أدائك حلو والتعبير الصوتي حلو. يعني الاستفهام هنا ألم نهلك الأولين، هو طبعا ده إخبار لمشركي مكة بالأمم اللي ربنا أهلكها قبلهم، فده إخبار يحمل التهديد. يلا يا سادة، ألم نهلك. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم. انت قلقلت التاء وده حرف همس مش حرف قلقلة. مالكم النهاردة بتقلقلوا حروف الهمس؟ ده حرف همس. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. بالمجرمين، وطلعش الهوى من الأنف. بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ للمكذبين. التانية دي إدغام بدون غنة، لأن عندكم هنا التنوين اهو اللي هو الذال عليها إيه؟ تحتها إيه؟ تنوين مكسور، وراها إيه؟ وراها اللام. واللام ده حرف من حروف الإدغام بغنة ولا من غير غنة؟ بدون غنة. من غير غنة، أحسنتم. يبقى ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا شروق. ألم نهلك الأولين ثم ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. برضو بتقلقلي نفعلوا. كذلك نفعل بالمجرمين. بالمجرمين. عشان أقلقل إيه؟ حرف إيه يا أنس؟ الجيم. هقلقله ساكن وعندي اهو في وسط الكلمة. بالمجرمين. بالمجرمين. لا، بالمجرمين. بالمجرمين. ويل يومئذ. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا آدم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. نتبعهم الآخرين. أحسنت. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ. انت بصيت لي، انت عرفت صح؟ يومئذ. ويل يومئذ. ويل يومئذ. على فكره هنا في ويل ده ادغام بغنه، وبعد كده اذا او يومئذ للمكذبين ده ادغام ايه؟ بدون غنه. الاولانيه اللام قدامكم عليها تنوين ايه؟ تنوين ايه؟ مضموم. وراها ايه؟ ياء. حرف الياء. الياء من حروف يرملون. تمام. يبقى عندي ده من حروف الادغام بغنه. يبقى ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. أنا قلتها بالراحة عشان السادة المشاهدين يتابعوا معانا حركة
الإدغام بدون غنة والإدغام بغنة، وانتوا كمان. يلا يا آدم، ويل. ويل يومئذ للمكذبين. جميل جميل جميل، تمام. هنختم بعبد الله. ألم نهلك؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم. إهماس. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. انتوا كلكم النهارده بتقلقلوا نفعلوا، زعلان انا من الموضوع ده. نفعلوا، لا ما قلقلتش، ادم ما قلقل، الا ادم لم يقلقل. يلا يا عبد الله خلي بالك. كذلك نفعل بال، لا انا سامع الفاء متحبت، انت محركها. نف سنتين دول هنا على نص الشفاء اللي هي السفليه، يبقى ايه؟ نفعلوا مش نافعلوا. كذلك نفعل بالمجرمين. الله. ويل يومئذ للمكذبين. الله يفتح عليك يا عبد الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوتي آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم، واجعله اللهم حجة لنا لا علينا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بحضراتكم. أستاذ سلمى بتسأل، مريض زهايمر بيفطر وهو مش واعي، هل بيحتسب له هذا الصيام؟ طبعا احنا قبل كده اتكلمنا انه ده بيكون على حسب درجة الألزهايمر، لو كانت شديدة مثلا فلا مطالبة عليه بانه هو يصوم او شيء، وان كانت درجة خفيفة اللي هو بيوعى أغلب الوقت وبينسى قليل من الوقت، فده هو هيدخل في عموم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه ربه وسقاه، فما فيش مشكلة في هذه المسألة. لو كان من الدرجة الخفيفة وبينسى فبيفطر ويرجع تاني يكمل، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول ويشفي كل المرضى، اللهم أمين. وسؤالها الثاني برضو عن مريض الألزهايمر، بنته بتأمه في الصلاة، فهل هذا جائز أو لا؟ هي ما على الإبنة البارة هذه المطالبة إنها تعينه وتساعده بإنها تنبهه فقط في الصلاة، لأنه لا تجوز إمامة النساء الرجال، بمعنى أنها ممكن تكون جنبه فبتوريله، أو هي بتعمل الحركات دي قدامه بحيث إن هو يهتدي بها وإن هي عايزة يأخذ الأجر والثواب، أو هي تقعد جنبه الركعة الأولى السجود الركوع فتبتدي وهي قاعدة كده تنبهه فيصلي. يا صاحبة السؤال أستاذ رحاب، العائد، هل العائد من فوائد الشهادات السنوية حلال؟ يعني طيب احنا قلنا قبل كده انه هذه العوائد طبعا حلال، لانه بدخول او تغير وظيفة البنوك الى الاستثمار بالنسبة كذلك للمواطنين فلا شيء في ذلك. بالنسبة انها بتصلي، كان في سؤال لسلمى معذرة ثالث، بتقول انها بتصلي لما بتسمع المؤذن بيقول الله اكبر، بما ان الوقت دخل فقد تحقق الشرط وتصلي. يا صاحبة السؤال أستاذة رحابة اللي سألت سؤالين، وإحنا قلنا أنه حصل في وظيفة البنوك تغيرت وبقت للاستثمار والتمويل، فبالتالي الفوائد لا شيء فيها، حضرتك تاخديها وتنتفعي بيها، حلال طيب إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثاني، بتصلي مع كل فرض ست فوائد في الصلاة، يعني بتقضي من اللي عليها ست فوائد في مع كل فرض،
اللي حضرتك بتعمليه أو أيتها السائلة الكريمة ما تقومين به من قضاء ما فاتك أداءه من الصلوات مع كل فرد 6 10 أي مكان العدد اللي حضرتك بتقومي به قضائي صحيح إن شاء الله وربنا يتقبل منك ويعفو عنا وعنكم. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى راجين داعين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. استودعكم عناية الرحمن الرحيم.